السلام عليكم، جبت لكم اليوم اون ريسيت صحيه. اون بو دير صحيه باسكو الدقيق الكامل لا فارين كومبليت. الوغ شنو لازمنا؟ لازمنا ان بول دو 300 غرام نتاع فارين كومبليت. تحبي تخلطي كومبليت تيب 145 150 سارازان ساغل اللي عندك في الدار. انا درت 150 سارازان 150 فارين كومبليت، ولو بول الثاني فيه 150 غرام سمول fine, extra fine, et 150 g de farine normale type 45. مغرفة تاع زبدة، مغرفة تاع سكر برين، مغرفة ونص تاع لوفور باسكو سخانة ما عادش بزاف نحتاجو لا لوفور بزاف. نخلط هذه المواد هذه الجافة هذه بكل، نحط البيترين تاعي باش يدور. فوالا مغرفه تاع الملح، خلطت قبل ما نحط المغرفه تاع الملح باسكو سينو من بعد تطفي الخميره تاعنا. شويه ما دافي ونحط الماء ونبقى ندور حتى نتحصل على عجينه طريه ما تلصقش في البول مي تبقى لازم تلصق في اليدين. امبيراتيف باسكو لا فارين كومبليت لو كان تشيحيها ما راح تدقص لك في الفور ويجي الخبز تاعك ثقيل. معلا نزيد ونخليها تدور. entre temps je débarrasse المواد اللي ما نحتاجهاش دركا. معلا لا فارين تاعي لا بات تاعي بلوتو ما بقاتش تلصق في البور مي تلصق في اليدين. لو بان توت فاسون جميع انواع المخبوزات لازم تجي طريه، بلوس تجي طريه بلوس تجي خفيفه في الفوغ تتنفخ بيان. راني يعني نتقابل مع الاضاءه تاعي صدقوني باش تبان لكم مليح لا روسيت. الوغ نحط لاباط نتاعي في البول، ندهن من الفوق بشويه زيت باش كي نحط البابي فيلم ما يلصقليش في لاباط. فوالا نخليها تطلع بكي كنا نحطو الفور ونحطوها فيه مي لا سخانه خلوها تطلع على جنب البلون طرافاي. انا طلعت المره الاولى ديغازيتها يعني هبطتها وزدت خليتها تطلع المره الثانيه هذه تاع المره الثانيه. اون فيت كي ديروا العمليه هذه شغل حكمتوا لاباط وزدتوا عجنتوها بيان كوم الفو. دونك خليوها تطلع وروحوا ديروا حاجه اخرى ما تبقاوش تطيحوا في جهدكم. فوالا نحيها نحي كلش خفيفه لاباط هذه مازال تلصق في يديا. نجيب شوية دقيق فان اللي درت به بعد الخبز باش نلم هاد لي بول هادو. سهلة، انا ما يديليش اونور ما بين العجينة والطياب هاد الخبز هذا فريمون ديروه ساهل مال. اي دو طون ان طون سي بيان دو شانجي من الفارينه هذيك العاديه البيضاء. اللي ما عندهمش لا فارين كومبليت تقدروا ديروا 300 غرام فارينه نورمال و 300 غرام دقيق رقيق يعني سمول اكسترا فين سي تو. فوالا درك جبت لي غران دو لان زرعت الكتان والجلجلانيه لي غران سيزام. راح ندهن لي بول نتاعي بالماء قبل ما نبسطهم. ما تستناوش تبسطوهم باش تدهنهم بالماء باش تحطوا لي غران، نو قبل ما تبسطوهم جيبوا ان بانسو دهنوهم بالماء. شوفوا لهنا نسيت ما حليتش لا بواط تاعي دو غران دو لان
كنت عافر باش نحلها، فينالمون نحلها باش نقدر نحط لي غران. حطوهم قبل ما تبداو تبسطوا في لابول تاعكم باش لي غران دو لا هادو كيلصقوا في العجينه وكيطيبوا ما يتنحاوش. فوالا انا حطيت بلاطو فيه بابي سوفريزي، الفور تاعي او يسخن على 220 درجه اللي الفور تاعها قوي، وعلى 230 اللي الفور تاعها مش قوي. لازم الفور يكون قوي من فوق ومن تحت شاعل. بون انا عندي شالور تورنونت. فوالا الثانيه نحط فيها غران سيزام يعني الجلجلانيه ونطرحها ونكمل لي دو زوتر باغي. اي جو مي نخليهم الساعه يطلعوا لو طون لي الفور تاعي يسخن، يطلعوا ميم با ان كار دور، ان كار دور ماكسيموم تلقاهم يطلعوا باسكو عاد سخانه في الكوزينه. فوالا نهبطهم مليح نديرهم رقاق باش كي تنفخوا في الفور يجوني ملاح. هذاك هو ماشي نديرهم خشان ويزيدو يتنفخوا ومن بعد يوليو يهبطوا. فوالا هاهم نقصهم enfin من فوق. Je fais deux traits ou la trois traits ou la comme vous voulez. Tout moi où je habite une tiro. Haka, on fait les métalleurs bien. Quand je dis bien, ça ne veut pas dire beaucoup longtemps, parce que bah du coup, après qu'on fait le four, on les met dans le four à 230. On les hache qui taibou, on les met dans une gamme chaîne bien comme il faut. On les lève sur une grille, on les couvre. طرشونا باش من بعد يجيوك طريين. سي لاستوس نيميرو 2 دو بان كومبلي، يفو لي كوفريه وما شو باش تولي عليهم لوميديتي. فوالا وهكا خلص الخبز نتاعنا، ها الخبز نتاعنا. قلت لكم جاوني ربع وحدات، دوك نقسم لكم وحده تشوفوها زي ماش. رائع الخبز هذا، ما يتشبعش الفطور الغداء العشاء مع السلطه مع الجاري مع الحسو اي حاجه مليح. انا نقسمه لكم جربوه ما تندموش عليه. قعدت كفاه خفيف بارفي بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.